إذا كان في أي أستاذ شريف لو في أي أسئلة بقى للسادة الحضور قولوا لنا عليها. شكرا جزيلا للدكتور راكان الحارثي ممثل مجموعة المستثمرين لمشروع القرن، والشكر أيضا جزيلا موصول للكابتن محمود الخطيب. عن الحقيقة وصلني مجموعة من الأسئلة، هبدأ بالأستاذ عبد الحكيم أبو علم من الأهرام. سؤال للدكتور راكان: متى بدأ الحديث مع المستثمرين العرب في هذا المشروع ومتى يبدأ التنفيذ، وهل هناك مدة محددة للانتهاء منه؟ حضرتك سمعت السؤال ولا أعيده تاني دكتور راكان؟ دكتور راكان حضرتك سمعت السؤال ولا أعيده تاني على حضرتك؟ لا والله ما سمعت. طيب خليني أعيده تاني. الأستاذ عبد الحكيم أبو علم من الأهرام زميلنا العزيز بيبدأ بيسأل حضرتك، بيقول: متى بدأ الحديث مع مجموعة المستثمرين العرب في هذا المشروع؟ إمتى هيبدأ التنفيذ؟ والمدة الزمنية المقررة للانتهاء من المشروع. المشروع بدأ تقريبا من 45 يوم، وإن شاء الله تعالى إحنا نعرف الرئيس حريص جدا على المشاريع الاستثمارية في مصر، فإحنا إن شاء الله هنبدأ من بكرة، ففقط نحتاج ننتهي من بعض الأشياء ومع الجهات المختصة في تحديد الموقع، وإن شاء الله تعالى فور ما ننتهي سوف نبدأ في المشروع. أستاذ أحمد زهران من الجمهورية بيسأل، عايز يعرف ما هو الهدف لمجلس إدارة النادي الأهلي، أعتقد سؤال كده بوجه الكابتن محمود الخطيب، أن يكون مشروع القرن من خلال مستثمرين عرب، الفلسفة يعني. أعتقد شيء طبيعي جدا إن النهارده زي ما قلنا في مستثمرين مصريين سعوديين إماراتيين. أعتقد النادي الأهلي وصل لحدود العالم كله، وده الشيء اللي بيخلي كل محب النادي الأهلي في كل مكان تحب إن هي تكون ليها دور في مع النادي الأهلي، فده أعتقد إن هو شيء بالعكس نسعد بيه يعني. الأستاذ محمود المخبزي من الأخبار بيسأل: هل هذا المشروع سيكون على مراحل أم أنه مرحلة واحدة سيتم الانتهاء منه أيضا في فترة زمنية معينة دكتور راكان؟ هيكون على مراحل، طبعا مرحلتين. المرحلة الأولى تتضمن الاستاد الرياضي والفندق ونادي الرماية والأكاديمية، هذه المرحلة الأولى بإذن الله. والمرحلة الثانية اللي هي مرحلة الكالتشر والانترتينمنت كوريدور. أستاذ محمود شوقي من مجلة إذاعة وتلفزيون بيسأل حضرتك، عايزين نعرف سعة الاستاد كم متفرج؟ اتكلمنا عن تعداد السكان لكن ما اتكلمناش عن عدد المشجعين اللي أحضروا. إن شاء الله قرابة 60,000 متفرج إن شاء الله. عندي سؤال من الأستاذ إبراهيم نصار بيسأل من صوت الرياضة، التمويل هيكون منين وإزاي؟ تمويل المشروع. تمويل زي ما انت عارف من مجموعه من المستثمرين اللي اتكلمنا عنهم، وان شاء الله انا اقدر اوعدك شيء واحد، انه حيكون اكبر استثمار رياضي في تاريخ مصر ان شاء الله تعالى. طيب دكتور راكان سؤال اخير: هل تم عرض هذا المشروع ضمن مشروعات استثماريه اخرى على السيد رئيس الجمهوريه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ بكل تاكيد سعادة الرئيس حريص جدا على الاستثمارات في مصر، وخصوصا الاستثمارات المتعلقة بشباب القطاع والرياضة. سؤالنا من العزيز إيهاب الفوري المصري اليوم بيسأل: المواقع المقترحة كابتن محمود لإقامة المشروع، المواقع المقترحة لإقامة المشروع. برضه هسيب الأستاذ راكان عشان هو النهارده كان لف على كذا حاجة. الآن بصدد بحث الأرض المحددة مع الجهات المختصة، وإن شاء الله سوف يعلن في وقته إن شاء الله تعالى. إن شاء الله أسرع. طيب الحقيقة إنه تقديرا للدور اللي بيلعبه الدكتور أو بيقوم به الدكتور راكان الحارثي ممثل مجموعة المستثمرين، فهناك هدية تذكارية من النادي الأهلي يقدمها الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي للدكتور راكان، تقديرا وإحسانا وتأكيدا